أحلى صباح. صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا اليوم لحلقة جديدة ونهار جديد من برنامج أحلى صباح مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. صبحيتنا اليوم بترفقها أنا وزميلتي باتريسيا سماحة. موجود باتريسيا، كيفك اليوم؟ يعني جنريك أحلى صباح لبنان يا قطعة سما، قديه حلو، قديه بيعطي موتيفيشن، وقديه بخبرنا أنه تلفزيون لبنان له علاقة بلبنان. مزبوط، وبيخدنا من مطرح لمطرح، وهذه يعني هيك بريف صغير عن لبنان إذا بدنا نقول، وبيفرجينا كمان كل المناطق وكل المحلات اللي كل اللبنانيين بيقدروها وبيحبوها أكيد بوطنهم. وكمان في عنا أكيد صوت الفنان الراحل وديع الصافي اللي هو كمان بيعبر عن البلد، والغنية كمان اللي حاطينها يعني كله على بعضه رموز لبنانية، وحتى تلفزيون لبنان بحد ذاته هو رمز صحيح. لبناني وكمان من التراث اللبناني، يعني بيعتبر من أول المحطات بالمنطقة العربية ككل، فبعتقد هذا الشيء كمان بيجمع كل اللبنانيين مع بعض، وخاصة أنه الشاشة الأم والشاشة الوحيدة اللي بتوصل الرسالة مثل ما هي مرتبطين لبنان وتلفزيون لبنان. أنا اليوم حابة هيك أخبر قصة صغيرة إلى علاقة بالمجتمع. بأحد الممالك كان في ملك عادل بيطلب من، وكانوا الناس ميسورين وكانوا يعملوا كتير عسل، كان إنتاجهم هو عسل. بيطلب هيدا الملك من رعيته إنه كل حدا قد ما يعمل عسل، مش عايزين غير كفكير واحد من العسل يحطه بالبرميل، كأنه يكون عم بيشارك المملكة بخيرات أرضه. مهم بينفتح آخر شيء، بس يخلصوا الكل وبيشاركوا بإنتاجهم وبعسلهم، بينفتحوا البرميل، بيطلعوا كل البرميل مليانين مي، لأنه كل حدا كان عم بيقول أنا رح حط كفكير واحد شو حيأثر، كلهم حاطين عسل، أنا المياتي ما رح يبينوا. فقدامهم جوزيف نكون بالمجتمع كل حدا مطرحه يقول لا أنا بأثر، وأنا إذا أخذت رشوة بأثر، إذا أنا كبيت زبالة من الشباك بأثر، إذا أنا كنت مني منيح بالمجتمع بأثر. قديه موضوع الفساد لازم ننتبه له كأفراد، وهول الأفراد هن اللي بيشكلوا المجتمع، فخلونا نعيش كمان. كل هول القصص لها علاقة بالصوم، كل هول القصص أنه نعيش نحن نضاف من جوا ومن برا، إلن علاقة أنه نعيش صومنا بأوجه وبأكمله. أكيد، وباتريسيا يعني أهمية الصراحة وواحد يكون واضح كمان كتير مهمة، لانه عنا بالنهايه يعني كله بيبين باخرتها، وفي قصص مثل ما بيقول واحد انه لا عم نشوف غلط بس هو عليه ما عليه، يعني بتلاقي واحد هيدا عن ظهري بسيطه انا ما علي عليه. اذا شاف حدا فايت عكس السير بيقول لك ليك بالبلد كيف قايم قاعد، ولكن هو بيكون عم بيقوم بهذا الشيء، فخلي كل حدا يتحمل مسؤوليه شخصيه، يكون عم بيهتم بحاله، كمان يكون عم بياكل صوره حلوه بالمجتمع اللي هو فيه، الاشخاص اللي حواليه، خاصه اذا عنده اولاد كمان، يكون هيك عم بيربيهم بطريقه سامه، وما بتاخذ كثير افور، يعني بدل ما نكب الورقه من السياره، فينا حتى على جنب نوصل على البيت مش ازمه، وبذات الوقت بتبلش فينا نبلش من اسفل الهرم لاعلى الهرم جوزيف، يعني بتبلش اذا بدك من الموظف البسيط للرؤساء والوزراء، ويعني موضوع كمان الفساد تكون فاسد، في فاسد صغير وفاسد كبير، كل حدا على قده كل حدا بمطرحه. اكيد، وبالنهايه يعني لازم نبلش بخطوه أولية أو خطوة صغيرة تنقدر نوصل للمحل بدنا نوصل له. ما فينا نقعد ونقول اف لا في كتير فساد ما رح أعمل شيء، لا فينا نبلش بشغلة صغيرة وفينا نبلش من محل واحد. باتريسيا مثل العادة نحن عنا حلقة كتير مميزة اليوم، وعنا العديد من المواضيع اللي رح نكون عم نتشاركها كمان. صحيح، طبعا لقائنا الأول هو معي، رح بيكون معنا الأستاذ ناجي الخوري وهو أمين عام اللقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم، لنحكي عن عيد البشارة ب 25 أدار، العيد الوطني الإسلامي المسيحي. كمان رح نكون بمقابلة مع سليمان بختي الكاتب والناشر اللي رح يخبرنا عن ندوة عم بيقوموا فيها حول عمر الزعني وشعره. فقرات ثابتة بأحلى صباح جدا مميزة، طبعا اليوم معنا كمان شرب الكرم لنحكي عن آخر الترندز بالديكور. دكتور مروى زين الدين باحثة واختصاصية أمراض جلدية رح تخبرنا عن أهمية شرب الماء وخاصة خلال الصوم، لأنه بنعرف أنه بفترة الصوم بنقعد 12 ساعة أوقات بلا ماء، فكمان هيدا معقول يأثر، بتخبرنا أكثر دكتور مروى. موضوع كثير مهم وتيبس كثير مهمين للصائمين. لقائنا الأخير بنروح لعيسى موسى وهو رح يحكي عن أهمية وضع خطة بديلة بظل الظروف الصعبة، طبعا رح يعلمنا شو لازم نعمل، هو طبعا استاذ جامعي وراح يخبرنا كيف لازم نعيش بالرغم من كل التحديات الخطط الثانيه، ونكون عن جد عارفين وين رايحين وشو بدنا نعمل.
يعني بناخذ اكيد نصايح وبنقدر ناخذ هيك افكار، لانه بنعرف كلنا بوضع صعب وكلنا بازمات حوالينا، فلازم يكون عندنا هيك شيء نقدر نطبقه بحياتنا الطبيعيه كرمال نقدر نكون عم نتقدم. ويلي ما بيعرف جوزيف هو كمان لايف كوتش، ورح يكون عيسى مع جوزيف، يعني في عندكم اثنين لايف كوتش على البلاتو، رح تستفيدوا اكيد. اكيد، ولكن مثل كل يوم بنبلش باتصال مع مصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي، واليوم معنا علي الدلباني تيخبرنا عن مستجدات الطقس. بونجور علي. الو بونجور، صباح الخير. ايه تفضل. طقس ما بعده دافي لحد اليوم، مع ارتفاع بدرجه الحراره بالنهار بتلامس يعني بتتخطى المعدلات الموسميه لهذا الشهر. هذا الشيء بضل بيستمر معنا لبعد الظهر، اليوم بعد الظهر بتبلش تنخفض حراره شوي تدريجيا، وبيصير الطقس متقلب من غدا من بعد الظهر الخميس. بيصير عندنا بعض الامطار الخفيفه، حنحكي التفاصيل. يعني اليوم عندنا فئران غائم بسحب مرتفعه كثير عاليه ما بتاثر، خفيفه، ارتفاع اضافي بدرجه الحراره، وهالشيء ببلش ينخفض درجه الحراره من بعد الظهر، بيقوى الهواء مع بعض الغبار خصوصي بالمناطق الجنوبيه. بالنسبه لبكره كمان عندنا طقس غائم مع ضباب على المرتفعات، انخفاض ملموس بدرجات الحراره، بتنزل كثير الحراره عن ما هي اليوم، يعني توصل لمعدلاتها او اقل كمان. بتنشط الرياح خاصه بالمناطق الشماليه، توصل لل 55 كيلومتر بالساعه، ويتحول الطقس أماطر خلال فجر الجمعة، أمطار خفيفة يعني لا يعني خفيفة تعتبر بعد فجر الجمعة. الجمعة كمان عندنا ضباب على المرتفعات، انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وخاصة خاصة بالمناطق الشمالية. الحرارة بعدها عندنا مرتفعة، فإذا اليوم على الساحل بين 13 و 25 ممكن توصل، ممكن أكثر. عندنا على المرتفعات بين 8 و 21 وبالداخل بين 7 و 22. الرياح السطحية مثل ما قلنا كمان ممكن توصل بالمناطق الجنوبية لل 55 كيلومتر بالساعة اليوم. الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 60 درجة. على البحر المتوسط ارتفاع الموج وحرارة الماء 19. هذا كل شيء تقريبا لليوم. ميرسي كثير لك علي الدلباني، وبنوجه اكيد تحيه كثير كبيره لكل العاملين بمصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي. يا ما نغش بالطقس اليوم باتي. اليوم الحراره فوق معدلاتها الموسميه، وكثير حلو لانه انا اولادي رايحين على الثلج، سو بيستفيدوا من الطقس الحلو. وهيك بيكون دافي الطقس شوي، ورح توصل ل 28 حسب ما كمان خبرنا علي، ولكن بكره رح ترجع تنخفض الحراره، فخلينا منتبهين، والجمعه بعد انخفاض اكثر، فما دغري نصيف اليوم ونبلش تعريف. بلشوا الناس يفكروا من هلا للشعنينه، بلشوا يشتروا تياب اولادهم وهيك، عم بيشوفوا شو لازم اذا بيجيبوا صيفي ولا لا نص نص، فخلينا هيك نتابع احلى صباح الصبح كل يوم لنشوف كيف رايح الطقس. بنضل على اطلاع نحن كمان وبنخبر كل المشاهدين بكل المستجدات، ولكن صبحيتنا ما بتقلع غير مع هوليستيك موفمنت وجولي رمال. مرحبا، معكم جولي رمال. اليوم نحن بنركز شوي على الانر سايز، التريننج هوليستيك تبعها هون للانر سايز. Are you ready? Let's begin مع حركة standing هون. إذا عندك شي بسكليت or the wall, doesn't matter. Let's stand there only for balance. So we're gonna start easy مع warm up هون. Knee circles لبرا الشمرات. Let's continue. Number 2, number 3, 4, 5, 6. Seven, number eight, number nine. Okay, Al Ashra, we're gonna stop. الجرين شوي فاتين هون. Keep your knee out. We're gonna climb it in, out, and down 10 times. Okay. جلسة ظهر يعني ضروري الجسم مش عمروم هون. It's straight. Okay. Hold on to something. Let's begin. One, two, down. Again, number two. Okay, very good. Number three. Here we go.
Number four, close your knee at 90 degrees لجوا. You want to make sure you cross the middle of your body. Push the knee بعد لجوا. Seven, okay, you're going to feel it here very quickly. Eight, number nine. Okay, I'll ask you, you're going to stop here at 90 degrees. You're going to do little pulses. Keep your body لقدام. Eight, seven, six, five, four, three, stop هون. Bring your heel بس شوي لجوا and little pulses هون. It's gonna really burn it out. Let's continue. Five more. Three, two, and the job has been done هون. It will feel like a huge burn هون على inner thighs. هني كافة هون على إجر الشمال. زيت حركات. أول شي warm up. 10 knee circles. Nice and easy. Opening the hips. Number one. Breathing. Number two. Number three. Feel your muscles opening up. Four. Five. Six, seven, excellent. Number eight, nine. Al-ashra, open the knee, drop it all the way down. Make sure your hips بتكون لقدام. It's very important. It's hips هيك هيدا غلط. لقدام. اجلين فاتحين هون. We're gonna bring it up, close, open, down. It should cross the middle of your body. Number two. Okay? If you're not sure what to do, put ايد هون, slap it and drop it down. Slap it. Drop it down. Arawa. Let's go. Five. Excellent. Number six. Seven. Excellent. Number eight. Very good. Number nine. Okay. Al-ashra, we stop. Make sure you have a touch. Remove your hand. Shwai pulses hone. Crossing the body. Jalza dahar hone. Let's go. Five. Four. Three. Two. And relax. Excellent. It should be burning. And هاي الحركات بين إنه كتير easy ما في شيء بس no you really work the insides. Alright. هني كافة هون على الأرض nice and easy. نحن بدنا نام هون على الظهر nice and slow. We don't need any weights. هاي التمارين بتكون بلا وزن. إجرين بتكون جلسة هون shoulders لورا أكيد بعد شوي لجوا. نحن بدنا نعمل same system of training بس on the floor. Hands are relaxed or behind your head. ما بيأثر وين بتكون. Take your left leg هون. Open it 90 degrees. هلا شو بتصير? This hip is gonna rotate. هيدا غلط. هيدا بتكون straight هون. Okay. We're gonna close and drop number one. Close, drop number two. Don't move your hips يعني. Keep your hips fixed. Three. Very good. Four. Squeeze your stomach. يعني ما بتكون مشد العضلات. You're gonna turn your body like this. This is very, very wrong. يعني ما في شي هون. Target muscles هون. جلسة. And let's go. Two more. إحر واحدة. We have a stop. You're gonna bring it across your body. Pulse it. One, two, three. Push with your inner thighs. هون. Six, seven, eight, nine. And relax the leg all the way out on the tapi. Okay. Straighten the body again. نرجع الإجر اليمين. We open and close. Squeeze your stomach. Stabilize the muscles. Let's go. Number three. Breathing. And four. Okay. Think of slapping something. Five. Okay. هلا another common error is a lot of people will push their heel لجوا هيدا برا غلط. You have to push the knee. The knee is the leader هون. Okay. The knee slaps. Alright. Let's go three more. Number two. إحر واحدة. We hold it. We have small pulses. One, two, three, four, five. All the way to 10 times. Relax the leg all the way down. Okay. Let's get into more difficult exercises. يعني هيدا كتير beginner. أكيد نحن بتحس العضلات بس maybe you need some extra exercises. So we go knee circle, stretch and back in. Knee circle, stretch and back in. يعني هون زيت الحركات. Don't turn your hips. Stabilize the core. Number four, stretch. Reach your toes. Four, five. Number six. Number seven. Very good. Keep going. Number eight. Excellent. Number nine, يلا الأشرة, we have a stop, cross it, pulse it, one, two, three, as if it's being down, five, six, seven, eight, nine, open the leg and return it back to basic position. Inhale, exhale. Okay, هلا إجر يمين, same system. We circle it, cross it, stretch it, and bring it down again. Circle, cross, number two. Again, circle, cross, three. Circle cross number four, squeezing the core, five, okay. Working the control, one, six, number seven, breathing, number eight, stretch, number nine, excellent. We're gonna hold the leg, it's a little bit of a cross pulse, push it down,
Don't move your hips. 5, 4, 3, 2, 1, and مرتاح. Okay. The next exercise is really amazing. It's called frog legs. So you're going to use your hands ورا الفاس هون. And heels بتكون together. Very important they are together. So you're stretching your legs. Point. Flex. ونرجع هون لجوا. Alright? Let's begin 10. Stretch your inner thighs. هلا. إذا بدك شوي مادة راسي بتكون لفوق هون. 3. Point. Flex. 4. Okay. These create really nice long lean leg muscles. 5. Okay. Here we go. Number 6. Excellent. Number 7, don't stop, keep pushing your inner thighs. 8, excellent. Number 9, at 10, you're gonna hold it, point flex 10 times, heels together. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Re-establish equilibrium, bring your knees, let's turn to the side of the body and cuff your hand, inner thighs. إيجي اليمين بتكون at 90 degrees هون, okay? It's very important, مش هون, مش كتير لفوق at 90 degrees at the hip point. You're gonna bring it up and down 10 times. Number 9, 8, focus at the inner thighs. 4 more, 3 more, 2 more. Last system, we go up, stretch, down. Same thing, 1, okay, here we go. 2, 3, they really are gonna create a burn هون, كلا كفة هون, 5. Number 6, excellent. 7, number 8, number 9, الأشر نحن عندك stop, small pulses, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and مرتاح الانر thighs هون. All right, let's go to the other side, زيتي سيستم هون, okay? So, نحن عندك إجا اليمين, زيت الشي مش كتير لتحت, مش كتير لفوق, 90 degrees, very important. The knee is the one leading you, مش الهيل, the knee, we go 1. Okay, 2, breathing, 3, 4, 5, 6, 7, 8, number 9, at 10, same system, we bounce it up, stretch it, bend it, bring it down. It's important, but sometimes you're looking at your joints, not just the muscles, يعني, how is your knee moving, how is the ankle, how are the toes, okay? It's 1, 2, 3, 4. Again, up, 3. Let's continue. 4. Very good. Find the length. 5, 6. Okay, here we go. 7. Excellent. Yalla, 8. Number 9. Al Ashrafi, stop and press and stretch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and release it. Okay. So, نحن فينا عمل هاي the sets or هاي the حركات. 2 sets. 3 sets, you can do them every day. ما بيأثر إن نحن مش عم نشتغل مع وزن, بس أكيد it's gonna be felt the next day. بس عم تعمل inner thighs, after a while زيد شوي الرابس, يعني أول شيء نحن عملت 10 رابس, تاني مرة بتكون 20 رابس, بعدين 30, 40, 50, بعدين فكر بركي أنا بدي أحط شوي وزن هون. Do them slowly, focus on the length, and then after when you're done, let's focus on stretching our inner thighs nice and easy, okay? So we're gonna open the knees, هون, nice and slow, stretch your knees, إيدين, بتكون لإيدين, and reach, relax the inner thighs, catching your breath. هلا الشمال, same system, stretch all the way down, and اليمين, stretch, bring your knees together, هون, catching your breath, roll the shoulders back, squeeze the stomach and always finish your class with 3 big arm circles and breathing to rebalance your body, your mind, and your energy. All right? Feeling good. Let's go. 3 big circles. Inhale. Exhale. Very good. 2 more times. Inhale. Exhale. Don't forget to train your inner thighs, a very important muscle. First, it creates strength for your knees. For your legs, it makes you look slimmer, makes you feel better, and you can do it anytime, anywhere. Stay tuned for the next episodes on holistic training. هون على التليلي بون. See you guys.